نعش بالليل وان شاء الله لاخر الايام يطولون بالليل ان شاء الله. حياكم الله، معكم اخوكم راح يكون هناك موجودين محمد الحملي ابو ثين الرئيسي، فهود البناي، منور الاميري، وفهيد باسم، ومشارم جايب النوف سلطان، حامد محمد، واحمد العلي، فرقه باك ستيج كلهم. بالعيد راح نشوفكم في سويت دريمز، وان شاء الله يا رب الله قدرنا نقدم لكم شيء مثل ما متعودين نقدم لكم اياه في خلال السنوات الاضافه. طبعا استاذ ياسر مهتم جدا فيكم ومهتم بالشباب، يقول لي منى قولي الرقم مره ثانيه عشان يسجل الرقم على الشاشه مره ثانيه. مسرحيه سويت دريمز على مسرح تنميه المجتمع ببيان، شباك الحجز 6655-8980. شوف فهد أو تشوف مجموعة إنسان قالين الرقم بالمشهد، يعني بمشهد مجموعة إنسان، فقال لي كم رقمك حملني؟ فأنا لحظة هذا الحوار الحوار يتطلب الناس، عندك بي بي أم؟ لا ما عندي بي بي أم، سجل رقمي، كم رقمك؟ أقول المفروض رقمين نطلع من الكادر. 6655-8980 8980 آخر شيء؟ قبلها 6655 محمد الحملي، قال لي أنت حملني؟ لقينا الشباك، قال الشباك أحمد شو مسوي اليوم؟ وين حاط رقمك أنت؟ هذه الشيطانة أيوة ناسا. مسرحية سويت دريمز، مسرح تنمية المجتمع ببيان، الرقم التليفون 6655-8980، وشباك الحجز مفتوح من الساعة 2 للساعة 12، معاهم فهود باسم، معاهم فهد البناي، أبو ثين الرئيسي، محمد الحميلي، نويرة حبيبتي العميري حلوها، شارم مجيبل، وكل الشباب الحلوين إذا ما حضرني الاسم يعني. انزين انتم منو مسوي ازياءكم؟ ازياء تصميم الشيخ العلي وتنفيذ ديلوكس للازياء، الاضاءه والصوت الراعي الرسمي طبعا المسرحيه شركه ارقام على الهواء مباشره يا جماعه، حياهم الله. انزين شركه باور ميديا هي اللي ماسكه الاضاءه والصوت، وعندنا هم الراعي الرسمي هم للمسرحيه اللي هو دير اندير، هو اللي والديل الحمد لله طبعا صار بالنهايه اخر فتره قبل رمضان صار في ديل بيننا وبين دير اندير، انه بلايز باك ستيج كفرقه تنباع حصري بدير اندير، يعني بس دير اندير يبيع اللي هو تصميمه كدير اندير وفي لوجو باك ستيج، والحين نزل نفس هذين اللي هم سراير اللي هم مفاتيح وناس مفاتيح كفرات ايفون كذي، يعني فعلا اسوي لك باك ستيج. شلون تشوف تعامل يعني نوره العميري وياك؟ نوره العميري تسالتين عن شيء صراحه، هي بنيه انا احييها وفيها وايد صراحه، انا وايد اعزها وصراحه هم ولا قصور في ابو ثين الرئيسي بعد، حبيبه قلبي الله يمسك بالخير كلهم والله خوش بنيه الحمد لله. بس نويره شلون شفتها؟ نوره يمكن يعني انا عمل ما في نوره انا تحوشني حكه ما اقدر خلاص حكه ما لازم نوره، حتى في اعمال تلقى انا اشتغل بروحي فارشح نوره مثلا يلا معي اضبطت اضبطت ما اضبطت شيطانه بس شيطانه شغلي كله اتني انا الله يغير علينا ولا الله لا يغير عليكم ان شاء الله. اي والله يعني عادل عذال ادخل عذال بيننا ان شاء الله، انا حاب اتعامل معها مثل ما هي حابه تتعامل معي، عاد لي قدام هي حست ان لا بتفل ما ودي يعني صراحه لا انا وايد حتى لما حبك وانت اللي حبك ما يفل منك لان انت انسان صح وماشي على خط صح. الحمد لله ما حد فلمني بس فلوني لا لا بالله عليك الرحمن الرحيم. معنا نورة العميري على الخط، مساك الله بالخير نورة. نورة عميري سمعتنا. الو نورة، علي صوتك فعلي صوتها عشان نسفل فيها شوي، ليش ما يترسل ناصر اليوم؟ الو هلا حبيبتي. نايمة ترى على الهواء، ترى على الهواء مو انا داق عليك. ايش فيك؟ لا انا انام رجاء، مواعيد قبل الفطور اسمح لي محمد. بس 10 الصبح وين فين؟ اي 10 الصبح نورا 10 الصبح شلون قاعد طالع انت؟ شوفيني شوفيني شوف 10 الصبح وانت شلون قاعد طالع؟ فهد 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 خلاص سكت سكت خلاص. بس انا بسالك ايش فيك انصدمت يوم شفت اسم سعاد قبل شوي؟ والله لعلمك ما والله كاز ها نورا بعدين بدق عليك نورا حبيبتي شلونك؟ والله بالخير الحمد لله بخير. بدق عليك بعدين ابيك تقولي لي سالفه الموضوع هذا ها عشان افضحك. اي لا لا فعليك سالفه سعاد لا 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 حياه الله ما 10 الصبح يا هبا اهلي قلبي ما علي ما علي يا فهد ما علي. ليش يعني لا تقولي انها ما تصوم؟ والله ما ادري ما ادري ما ادري بالعكس هو شايفني وانا طالعه من البيت الصبح ما خلى احد ما قال له انه هو شايفني. لا بالعكس كنت مسويه شيء غلط حبيبتي. انا ادري فيك ان انت ملتزمه بس هذول الشباب ما شاء الله عليهم شياطين ما
صارت شغل فيها باك ستيج اصحابي ما اشتغلوا لكم الروبوت الروبوت الساعه كم 8 نوره تي الساعه 10 الحمل يقولها وينك نايمه نايمه زين ليش نايمه فجاه شوف عمري ما اشوفها متاخره عاد ليه انا شفتها متاخره الرايا كان موجود شوف 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 انا شنو اقول لك انت خال عنك موضوع الحين انا اتاخر انا كافي ان محمد الحملي راضي عني كيفك انا شغال انت وياه يا جماعه صفقوا لها كيفك هذا صفقوا لها صفقوا لها يا جماعه انا خاف رد عليك تقول عادي انا اول عيد نايم بيتنا ايش فيكم ورا العيد طوال شوي محمد تقول لك انت مو راضي لا انا ما اقدر نور بس ما اقدر اسوي انا وصفتي المنتج انت من وصفتك يا لا مش اسوي مش انا منتج ما استوعبكم هذا لا ما عليه ما عليه وصفتك منو ماما منتج وصفتي المنتج محمد الحملي فهد البناي انت من وصفتك انا وصفتي الاسد الاسد حافظ غيره طيب لا والله يعطيكم العافيه ومنورين الشاشه يا بعد قلبي نورا هلا يبا شلون بروفاتك هالايام تروحين عاد ملتزمه ولا لا ترى بعرفك ملتزمه انا لا شوفي انا ملتزمه بس تدري مع محمد الحملي ادلع مره ادق عليه اقول له انا نايمه مره ادق عليه اقول له انا كنت قاعده اتسبح والله يحبك شوفوا ما من كنت اتاخر على محمد هو يدري ان شاء الله انا اعطيه شيء حلو وبيض وجهه والله انت حبيبه وتستاهلين وبنية أنا أحبها وموفقة إن شاء الله حبيبتي آمين يا رب شنو حابة تقولين بخصوص المسرحية نويرة حياكم الله احنا مسوين شيء حلو وإن شاء الله يعجب الجميع وشباب فيهم الخير وكلهم فيهم الخير وإن شاء الله نكون مقدمين شيء مختلف وحلو وبيض الوي حبيبتي شدي حيلك ومشكورة وايد على أن حصلناك وكلمناك بين ربعك وحبايبك وبين مشاهدينك بعد يا بعد قلبي وفهد البناي ما عليه وفهد باسم فهد باسم فهد باسم منور والتحليل اليوم لأن ما حيطفرها إلا أنا أنا طفرها كل يوم البروفة كذي هم ما منو بثينة حس بيل يحيوح طبعا يحيوح عدو يا حلوهم والله يحيوح جزء نصر الدوب علي انزين بس ماشي نورا حبيبتي مع السلامة ديري بالك على روحك حبيبتي الله يحفظك يا حلوها انزين وبعدين نورا نورا دام سكت الحين اقدر امدحها لا شوفي منى نورا اللي تتميز فيه شنو خصوصا انا اشتغلت معاها بالمسرح نورا ما تزعل أيه؟ نورة حبوبة يعني شنو تسوون فيها دقات بس عاد ها لا تيها فصلت لا لا فصلة بس مو معي ما نشتغلت عاد مو معك عاد لا تيك العرة عاد لا نورة تاخذ روح مريحة على المسرح فصلة السمر ترى غير فصلة الخوالي لا لا بعد لا 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 نورة على الستيج عنده فهد باسم لازم يطفرني زين اطلع برا اتمشى اي مشهدي صارخ فهد لحملي انا اصعد تنزل نوره يدي نوره خليني اقول شيء شفت ماسك انا هذيل عن فهد وزن باسم احنا وربعنا باك ستيج للسراضي شفتيهم بالمقدمه ماشي حلوهم حلوهم هي زين زين هاي حلوهم كيوت هم كيوت بس ما سالفهم شفتيهم بيخلصون يلا معطيهم لان اوردر شباب لا خلصوني مع ياسر ومنى خليني خلصوا لان اذا هم لا والله ملتزمين سمعي هم ملتزمين ايه بس مثلا هم الحين عندهم هدفهم هالايام منه واحد من ربعي اسمه بدر البناي ممثل معنا فكل ما دش بدر طلع بدر سبعه يقطون تخيل انت تخيل سبعه يقطون 20 يضحكون شو يصير موقف ايش خالد يعني في ضارب 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 في ضارب خلاص الحين تركيزهم على بدر كان على فهد البناي تحول صار الحين بدر البناي بدر البناي قاعد يحاول ينقذ نفسه الدور هي على فهد باسم الله امس اجتماع مع فهد باسم يقول فهد ما انقذت نفسك خلال هالايام بالبروفات وسويت الحركات صح ايه يا ويلك الاسبوع الجاي راح يكون انت 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 نمرين الاسبوع الله على مطن قطيت من كم يوم كذا لا مطن كان صوتوا لي بعد على مطن ما يرضوا احد بس صوتوني ما يرضوا احد انت مخرج انقطع عليك خلاص متى بروفاتكم محمد الساعة كم لكم؟ من 9 للوحدة والحمد لله اليوم دشينا من امس دشوا شباب المسرح اللي هو سجل كل حديد واللحيم الخدع مالتنا واليوم واليوم مباشر خلاص تركيب الديكور وتركيب المدرجات والكراسي يعني متى نقول انك راح تسوي بروفاتك على خشبه المسرح اللي بتعرض من عقب باكر احنا ان شاء الله ببيان من عقب باكر والحين وين تسوون بروفاتكم؟ احنا مثل ما بين بيتنا ما بين استوديو شكرا امس بالحوش معانا عبد العزيز اتصال مساء الخير كان نور يعطيك العافية فنانتنا الحلوة الله يعافيك ويمسك المتألقة دائما يعطيك العافية الله يسلمك ويخليك الله يخليك مبارك عليكم ما بقى من الشهر تسلم علينا
معادين الفائزين ان شاء الله. شلون العيال؟ العيال كلهم طيبين بخير ونعمة. شلون رمضان وياكم؟ والله رمضان دام نشوفكم طيب. الله يسلمك اخوي. رمضان حلو فيكم. مدام كذي يا اخوي انت فايز بشاليه بقيمة 140 دينار من منتجع خليفة السياحي. كم رقمكم؟ عساك على قوة. شهر كان دام قاعد كذي. يستاهل. والله يستاهلون الجمهور يستاهلون واحنا بعد مقصرين بحقهم. فنون مو مقصرين معانا والجوائز موجودة مثل ما هي. يستاهلون كل خير. وحتى عندكم برنامج أمول أكيد لها جوائز. هم توزعها حق المستمعين او مشاهدين يعني وحياة حلوة وردية والناس تستاهل كل خير. صحيح. حمد كمل. قولي. كمل. رباط التقلب. التجهيز. التجهيز ان شاء الله من عقب باكر داشين رباط الجنرال مثل ما يقولون. الازياء طبعا الحمد لله خلصت. حلو. تسجيل الاستديو صار في تعديل لانه. الدعاية متى تصورها او خلصت؟ تصورت. خلصت. تصورت. اوكي. ان شاء الله خلال يومين ثلاث ايام راح تنزل التلفزيون واليوتيوب. ان شاء الله. اخراج طبعا خالد الرفاعي وتنفيذ. حلو خالد الرفاعي برافو عليه حلوة. الحمد لله كل يعني كل شيء اقوى شيء يعني الجمهور يا رب يا رب حتى مستوى الغنى هالسنه راح يسمعون